الفكر الاحترافي بتاع سان داونز خلاهم لما لقوا نفسهم في الادوار المتقدمه مصطدمين دايما بانديه الشمال، ان ما كانش الاهلي يبقى الترجي، ان ما كانش الترجي يبقى الوداد، يبقى الزمالك، باستمرار هم عرضه للصدام مع الشمال الافريقي والدول العربيه او الانديه العربيه بالتحديد. عشان كده اهتموا انه يجيبوا منسق ومحلل اداء مصري علشان يقدروا يتعرفوا ويتابعوا عن كثب ويتعرفوا اكتر على الشخصيه العربيه والثقافه العربيه، ويبقى ده عينهم في الشمال. فجابوا خالد علي المنسق الدائم لسان داونز. خالد علي سافر للمغرب وشفناه في مدرجات طنجة بيحضر مباريات الاهلي وبيتابع الاهلي هو والمدرب عشان يكون صوره متكامله عن الاهلي قبل مباراه سان داونز. هنشوف خالد علي في هذا الفيديو وهو بيتحدث لأون تايم سبورتس عن مواجهة السبت المرتقبة. مباريات الأهلي دايما يا كابتن سيف هي احنا بنسميها ديربي شمال القارة وجنوب القارة. فرقة النادي الأهلي ليها كل الاحترام والتقدير، آخر ثلاث بطولات حاصل على بطولتين. بصراحة كمان يا كابتن خالد هو الشيء الجميل كمان إن آخر ثلاث بطولات سان داونز معانا على طول مع الأهلي وأنت ضيف دائم معانا على طول. إحنا فالحلو على النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. فلا الديربي ديربي قوي، كل القارة بتنتظره لأن الفرقتين بيأدوا، الفرقتين بيلعبوا مباراة مفتوحة، فرقتين بتستمتع بالكورة بجد، هي حالة استمتاع لكل القارة بتتفرج عليها. أعتقد بيبقى أعلى ريفيو في القارة كلها لو بتتكلم من المباريات هي مباراة النادي الأهلي ونادي سان داونز. استعداداتكم مختلفة السنة دي، صفقاتكم مختلفة، بداياتكم مختلفة كمان. والله يا كابتن سيف يعني بطولة دوري أبطال أفريقيا غايبة عن فريق سان داونز 2016، فاكيد احنا دايما بيبقى الاستعداد بتاعتنا دوري الابطال زي اي فرقه بيبقى طموحها ان هي تاخد دوري الابطال. هي في النهايه منظومه لازم تكتمل علشان نتيجتها تبقى فوز في بطوله، فالفوز مش بيجي من فراغ. لو انت بتتكلم على النادي الاهلي حصل 10 بطولات، فاكيد الفوز مش وليد الصدفه، اكيد الفوز مش مجرد مباراة، لا انت سيزون كامل انت بتطلع بتسافر وبترجع، اكيد لازم نبقى مستعدين زي فريق النادي الاهلي كمان هو مستعد. فلا الامور في الناحيتين، اعتقد كل الفرق السنة دي اللي وصلت دور 16 عاملة تدعيمات قوية، النادي الاهلي عمل تدعيمات، احنا عندنا تدعيمات، كل الفرق اعتقد عملت تدعيمات. مين ابرز لعيبة الاهلي يا كابتن من وجهة نظرك الفترة اللي فاتت؟ لا كل لعيبة النادي الاهلي، لا كل بجد كل لعيبة النادي الاهلي لعيبة مهمة، لعيبة بتعرف يعني ايه بتقع، لعيبة بتعرف يعني ايه بتقف على رجليها، لعيبة تقدر تصنع الفارق. لا لعيبة النادي الاهلي انت تتكلم حدث ولا حرج. سان داونز الفرقتين ما هم اتقابلوا كتير بس مش حافظين بعض. ليه؟ المتغيرات داخل الفرقتين كتيرة جدا كل سنة. السكواد بيتغير. في محاور رئيسيه يعني. فالسنه دي هم جايبين لعيبه كويسه جدا، عاملين نتائج كويسه جدا. سان داونز ده ما كانش اقوى حاجه في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا، لكن هو دلوقتي اخر سنين هو اللي راكب، سيبي هو اللي علاهم لما مسك النادي علاهم. فالسنه اللي فاتت ما كنتش ادائنا معاهم احسن حال، ورغم كده وصلنا الفاينل. السنه دي احنا ظروفنا اكثر حرجا. انت خسرت اول مباراه، انت مش في طرف التعادل او الخساره. نتمنى باذن الله ان احنا نقدر نعدي المباراه دي دون النظر الى نقول لك هو احنا عايزين ايه من الهلال والقطن الكاميروني. يعني ما تبقاش عارف النتيجه اللي انت عايزها من الهلال والقطن الكاميروني، انما على الاقل انت لازم مصيرك يبقى في ايدك، اكسب عشان ما تستناش نتائج الاخرين. طبعا هو الناس اللي عماله تاخد من واحنا في كاس العالم استاذ ابراهيم على كولر انه مش مثبت التشكيل، الراجل عينه على التحديات اللي هيرجع يلاقيها باستمرار. هو في وهو بيلعب الهلال عينه على ماتش اسوان،
ريح ناس كتير ولعب. ولذلك انا بقول لك الاهلي عنده لعيبه، خصوصا الناس اللي مش شايفه ان التدعيمات اللي جت الاربع لعيبه اللي دخلوا على الفرقه لا ريحوا الفرقه، ادوله نفس ورقه، قدروا يبقوا بدايل جيده يريحوا بيها اللعيبه الاساسيه اللي هي كانت كل الحمل عليها لوحدها. فالنهارده انت تستحمل انك تعمل روتيشن ده دون ان يحدث اخلال بالنظام الفني في الملعب. التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى هو ده العنصر اللي بخاف منه. انا عارف ان النادي الاهلي هينزل مباراه مهتم باذن الله، عامل حسابه، ولكن ننتظر التوفيق من الحكم اللي يدي لكل فريق حقه ومن مجريات المباراه. مش عايزين مفاجآت ملهاش معنى يعني. فباذن الله المباراه دي نحقق منها هدف يخلينا بس ايه ناخد خطوات في اللي جاي، واحنا يعني حاسين ان احنا مش مضغوطين قوي.